صباح الخير. أكثر سؤال بتوجه لك كصحفي، أنت صحفي ولا مصور؟ ما بعرف ليش الناس مو كثير زبطة معهم أن يكون صحفي ومصور بنفس الوقت، يعني ممكن أنت تكون مهندس وبتصور، تاجر وبتصور، دكتور بتصور، بس أنه تكون صحفي ومصور مع كثير ناس نفس الوقت مو زابطة مع كثير ناس. وكثير أيام بكون حامل كاميرتي ورايح أعمل حوار مع شي حدا، فبحسه عم يتساءل بينه وبين نفسه إنه معقول بعتلي لي مصور يعمل معي حوار، مع إنه السؤال بظن لازم يكون بالعكس، أو بالنسبة لي لازم يكون بالعكس، إنه أنت كيف كإعلامي أو محرر ما جربت تتعلم التصوير الضوئي أو ما جربت تحمل كاميرا شي يوم؟ بتمنى تجاوبوني على هالسؤال.